تستمر فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية حتى الأول من مارس المقبل بمشاركة 400 عضو من ممثلي المطارات والمنظمات الدولية من 52 دولة إفريقية. وحول فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية تطلعنا عليه مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم من دار القوات الجوية. بعد التحية نتابع معكم فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية في دورته 71. هذه الدورة التي انطلقت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وبعنوان المطارات قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي والمستدام، وذلك في الفترة من 24 حتى 1 مارس القادم. وذلك بمشاركة واسعة، نتحدث عن أكثر من 400 مشارك من مطارات ومنظمات دولية من 50 دولة إفريقية. إذا تحدثنا عن الموضوعات التي يتم تناولها في خلال أيام هذا المؤتمر، فنتحدث عن الأهمية الاستراتيجية للمطارات كداعم للتطور الاجتماعي والاقتصادي والمستدام، أيضا دور المطارات في تحقيق الاستدامة وكيف يمكن تطوير البنية التحتية للمطارات. أيضا في عدد من الجلسات الأخرى سيتم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بقطاع المطارات والطيران كالمعوقات التي تواجه قطاع الطيران في قارة إفريقيا، وأيضا الجهود المبذولة لتلبية متطلبات الحركة الجوية في القارة الإفريقية. فبشكل عام يعتبر هذا المؤتمر والمعرض منصة عالمية بيجتمع فيها عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال المطارات لتبادل الخبرات والرؤى، وأيضا وضع استراتيجية متكاملة تواكب التطورات المتلاحقة والعالمية في مجال صناعة النقل الجوي، وأيضا الحديث عن كيف يمكن تطوير الخدمات المختلفة التي تقدم للمسافرين. ويعني استضافة مصر لهذا المؤتمر والمعرض يعكس مدى الثقة الموضوعة في مصر من قبل المؤسسات ومنظمات الطيران الإفريقية. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.